لما تيجي تتكلم عن جمال ريان لازم تبقى عارف ان انت بتتكلم عن مذيع مهم جدا جوه قناة الجزيرة، ما كانش اهمهم ليه؟ لان هو احد المؤسسين. يعني لو انت بتقرا له تويتة او بتشوف له فيديو بيقول فيه رأيه، لازم تبقى عارف ومتأكد ان الرأي ده طالع من الديوان الاميري القطري اللي موجود في شارع الكورنيش في الدوحة. لو عاوز تعرف اشمعنى المذيع ده اكتر واحد مقرب من الاسرة الحاكمة في قطر، اشترك في القناة ودوس لايك، ويلا بينا على التفاصيل. ليلا كما كان الحال في أول ظهور للتصريحات المفبركة التي نسبت لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أعلنت دول البحرين والإمارات والسعودية تباعا قطع علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة. في 23 أغسطس 1953 اتولد جمال مصطفى ريان في مدينة طول كرم في فلسطين. يعني دلوقتي هي هتبقى موجودة بعد الاحتلال الإسرائيلي، هتبقى موجودة في الضفة الغربية. لو انت عاوز تعرف جمال ريان عنده كام سنة بالظبط، هو 67 سنة. البرج بتاعه هو برج العذراء. متزوج من الكورية الجنوبية سوك نام يونغ، وهو أب لولد اسمه مراد وبنت اسمها ريم. هما حاليا في العقد الثالث، يعني هما فوق 30. الوالد بصراحة كمذيع أنا فخور فيه، وبالنسبة لي هو قدوة في هالأمور، لأنه الرجل عفوي مشاعر واضحة. والد جمال ريان مصطفى ريان هو عنده 14 ولد وبنت، وجمال ريان يعتبر هو الولد رقم 13. مصطفى ريان ده كان مزارع شاطر بيصدر المحصول بتاعه لأوروبا في كل سنة. بس بعد الاحتلال الإسرائيلي ما دخل فلسطين، مصطفى ريان غير نشاطه، وبعد ما كان مزارع بيصدر المحصول بقى شغال سمسار أراضي بين اليهود والفلسطينيين. كان له مشاريع ناجحة جدا أو صفقات ناجحة جدا في بيع الأراضي الفلسطينية لليهود الراغبين. وبكده تقدر تقول إن مصطفى ريان كان له دور في الاحتلال الإسرائيلي. ده والد جمال ريان اللي بيدافع عن القضية الفلسطينية يوميا في تغريداته. ابن أخت جمال ريان اسمه مأمون كشوة، ده لاعب في منتخب الإسرائيلي، وبالعكس هو فخور جدا بالموضوع ده وبينزل تويتر كل شوية ان هو ازاي فخور ان هو إسرائيلي وبيلعب ضد العرب والكلام ده كله. نجاها سارن الهارم دبتاهن نجا سارن الهارم دبتاهن. جمال ريان نشأته في فلسطين، بس بعد كده راح الأردن وقدر بمساعدة جوز خالته اللي هو ساعتها كان بيشغل منصب رئيس مجلس النواب الأردني إن هو يلاقي له وظيفة في الإذاعة الأردنية. وبالفعل التحق جمال ريان بالإذاعة الأردنية وفضل شغال فيها وعامل شغل كويس جدا. بعد كده جات له فرصة إن هو يروح التلفزيون الأردني الرسمي، وده اللي حصل. بعد كده راح التلفزيون الأردني سنة 1974 وفضل شغال هناك لمدة 5 سنين. في 5 سنين دول قدر جمال ريان ان هو يحصل على الجنسية الاردنية. بعد كده جات له فرصة كويسة جدا في هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية سنة 1979. جاله اوفر او جاله عرض ان هو يروح هناك بمرتب $1000 وسكن وعربية. وبالفعل جمال ريان راح كوريا الجنوبية وفضل شغال هناك، وهناك قدر يتعرف على زوجته الحالية. بس كان عنده مشكلة ان هو يعرف يتجوزها لان هو مسلم، وساعتها كوريا الجنوبية ما كانش فيها تسامح اديان او تقدرش تقول كان فيها مسلمين كتير الشعب هناك يعرف يتعامل معاهم او يعرف عنهم حاجات، فلقى صعوبة في الجواز. بس في الاخر قدر ان هو يتجوز جواز شرعي بموافقة الاهل والاصدقاء، ولما رجع الاردن كتب العقد الرسمي. سنة 1989 اتنقل جمال ريان من كوريا الجنوبية وقدر ان هو يقدم برنامج على تلفزيون ابو ظبي اسمه العالم هذا المساء. وده مش هتلاقي جمال ريان بيذكر العمل ده في اي لقاء تلفزيوني او في اي حتة، تملي بينكر ان هو اشتغل في تلفزيون ابو ظبي. بعد كده سنة 1994 راح جمال ريان لتلفزيون بي بي سي في لندن وفضل شغال هناك.
لحد ما جت عين من عيون ان هو يجي قطر ويبتدي ينشئ قناة اخبارية هناك. الحقيقة ان العرض ده كان جاي له من حمد بن خليفة شخصيا، لان حمد كان له اهداف واطماح سياسية كبيرة جدا ان هو يعمل قناة اخبارية ويقدر ان هو يوصلها زي ما هي شغالة دلوقتي، بتبث السموم وتبث اكاذيب وحاجات زي كده. كمان ريان راح قطر سنة 1996 وقدم هناك اول فقرة اخبارية على قناة الجزيرة. الذي يجمع إيران وسوريا وباكستان غير أفاد مراسلنا في فلسطين أن جنديين إسرائيليين لقيا مصرع. جمال ريان يعتبر من المؤسسين في قناة الجزيرة القطرية، يعني ما تقدرش تقول إن هو صف أول أو تاني، لا ده كان واحد بيحط سياسات قناة الجزيرة مع الأسرة الحاكمة مع حمد بن جاسم شخصيا، هو له علاقة بيه. وخلي بالك النجاحات اللي فيها الجزيرة حاليا يعتبر جمال ريان له دور كبير جدا. التسريبات اللي طالعه من جوه قناه الجزيره بتقول ان مرتب جمال ريان هو 90,000 ريال قطري في الشهر، يعني ما يعادل 24,000 دولار او ما يزيد قليلا، يعني 24,750. جمال ريان الاسره الحاكمه في قطر بتنسب له النجاحات الكبيره اللي جوه قناه الجزيره، وخلي بالك بتفاهمات جمال ريان مع الاسره الحاكمه قدر ان هو ياخد اللي هو عاوزه ويديهم اللي هم عاوزينه. جمال ريان شاطر وتعلم في البي بي سي، وده اللي خلاه يركز على المذيعين اللي جايين من قناة بي بي سي، يعني بيدي اقتراحات بيقدم مشورات، ما تقدرش انه تقول ان هو بياخد القرار، بس هو برضو عضو من اعضاء صناعة القرار جوه قناة الجزيرة وعضو مؤثر جدا. الحقيقة احنا هنا عشان نقول الجزء المهم ده من حياة جمال ريان. لما تيجي تشوف ان الجزء الفاصل في حياة جمال ريان هو المقاطعة العربية لقطر. الحقيقة ان جمال ريان حياته قبل المقاطعة العربية كانت حاجة، وبعد المقاطعة العربية بقت حاجة تانية خالص. قبل المقاطعة العربية جمال ريان كان بيركز على اللقاءات اللي تحصل مع اليهود مع الأجانب، هو بيحس ان هو له وسيلة اقناع او يعرف يرد الحجة بالحجة، وده اللي طلع قاله في لقاء تلفزيوني قبل كده. قد يعتبر البعض انه لماذا تستضيف اسرائيليين، انا بالعكس انا من الناس اللي بشجع هذا، انا بعتبر انه لما بيكون عندي ضيف اسرائيلي في اي فترة اخبارية انا بعتبره صيدي، لانه اذا بدي اقدم روايته انا قادر على دحض هذه الروايه. بعد المقاطعة العربية تحول جمال ريان لحد تاني خالص، ابتدى يوجه حساب تويتر بتاعه في شتيمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين. تقدر تقول ان هو يوميا بيشتم في الاربع دول دول بأفظع الالفاظ، حتى ان كان له تغريدة مسيئة جدا لأمهات المصريين. ده اللي خلى مذيع قناة اون المصرية في الوقت ده الاستاذ عمرو اديب يطلع يرد عليه شخصيا. لقيت الواد بتاع الجزيرة دايما بيشتمني، يعني هم مأجرين واد في الجزيرة كده لطخ عشان يشتمني أنا، بس النهاردة لقيته شاتم أمهات المصريين ومضطر أقل أدبي قوي، لأن أمهات المصريين دول يضربوك بالجزمة. بيقول إيه؟ بيقول إن أمهات الأتراك، بيقارن أمهات المصريين بأمهات الأتراك، إن أمهات الأتراك محترمين لأن هم كانوا بيودعوا جنودهم رايحين قطر، يقول لك ومش زي المصريين اللي واقفين مع دول الخليج. شايف ان وقوف تركيا مع قطر هو اشرف من وقوف المصريين مع دول الخليج، وان امهات الاتراك احسن. امهات المصريين دول هم اللي ضحوا بعيالهم عشان انت وامك تعيشوا من جنسيتك انت قبل ما تبقى مرتزق وتروح تشتغل مرتزق عند تميم. الحقيقة مش دي التغريدة الوحيدة، هو جمال ريان له تغريدات كتيرة جدا مسيئة أنا مقدرش أعرضها لكم، كان فيها ألفاظ وحاجات زي كده. يعني أنت لو جيت تبص على حساب تويتر بتاع جمال ريان قبل المقاطعة العربية أنت بتتكلم كان فيه 8,000 تغريدة فقط، بعد المقاطعة العربية أنت بتتكلم إن فيه 16,000 تغريدة على حساب جمال ريان. مش بس كده، عدد المتابعين بتاع جمال ريان زاد جدا على حساب تويتر، ابتدى يبقى فيه 1,800,000 على حساب جمال ريان بيتابعوه، ده اللي سهل لجمال ريان ان هو يقعد يقول رأيه ويغلط، ودخل في مشاكل كتيرة جدا مع العمانيين مع الكويتيين، بس هو تركيزه كله ان هو يسب في الاربع دول بتوع المقاطعة العربية، ودول اللي كان بيسبهم على مدار يومي. بس الكلام ده كله فتح عليه طاقة جهنم، لان الاربع دول دول الشعوب بتوعها والكيانات المشهورة جواها ابتدوا يردوا عليه بتويتات مسيئة. الحقيقة الحرب الكلامية ما انتهتش لحد
حد هنا، بس هو ابتدى يركز مع تركي ألشيخ وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز. بس الحقيقة جمال ريان يعني نقدر نقول أطرف تويتة حصلت إن تركي ألشيخ نزل تويتة بيقول إن موسم الرياض كان ماشي حلو جدا وفي بهجة وسعادة، احنا عاوزين وش نكدي وعاوزين شخصية نكدية زي جمال ريان. جمال ريان رد على تويتة دي وقال له أنا جاهز، ممكن تبعت لإدارة الجزيرة تقول لهم إن أنت عاوزني. الحقيقة ده اعتراف من جمال ريان إن هو حد نكدي يعني. الحقيقة تاني تويتة كوميدية جدا، لما جمال ريان نزل تويتة وقال فيها إن في إعلامي إماراتي اتدخل وأصلح بينه وبين تركي ألشيخ وعبد الرحمن بن مساعد ابن عبد العزيز. الحقيقة عبد الرحمن بن مساعد ما سكتش ونزل تويتة وقال له يا ريت تقول لي مين الإعلامي الإماراتي ده عشان ما حصلش حاجة زي كده، ودي كانت فضيحة كبيرة قوي. في الآخر احنا عاوزين نقول إن جمال ريان كلمة مرتزق دي بتضايقه جدا، كلمة مرتزق دي بيحس انها إهانة، ممكن عشان بتيجي على الوجع أو بتيجي على الجرح. وتاني حاجة نقدر نقولها إن جمال ريان اشتغل في الإمارات وبرغم كده بيطلع يسبها كل شوية، ويعني أنا ما أعتقدش إن في إعلامي عشان الفلوس يطلع يهين الخليج بالدرجة دي، يطلع يهين العرب بالدرجة دي. يا أخي يمسك لسانك، أنت راجل عندك 67 سنة، احترم سنك على الأقل، ما تخليش حد صغير يطلع يهينك أو يشتم فيك أو كده. وإزاي أنت بتطلع تدينا يعني درس في الأخلاق كل يوم على قناة الجزيرة وإزاي الصح وإزاي الغلط وأنت أصلا كل يوم بتعمل حاجات غلط، كل ده عشان ترضي ولي نعمتك يعني؟ في الاخر انا متشكر ويا رب اكون اديتكم معلومات كويسه جدا عن جمال ريان وقلت لكم معلومات كتيره جدا عنه عشان تعرف اصل المذيع اللي بيطلع يقول لك القيم الاخلاقيه كل يوم على قناه الجزيره هو اصله ايه وحياته الشخصيه عامله ازاي. انا متشكر جدا، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه واشوفكم الحلقه الجايه.